ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال وميت فل و14. صحيح، ده شكل من اشكال الجمهورية الجديدة واللي بدأت من 2014 وحتى هذه اللحظة. مسيرة طويلة جدا، وبالمناسبة هي كانت فعلا ولا زالت ممتلئة بصعاب كتير، بس ما فيش ولا صعوبة ولا عقبة ما قدرناش نتخطاها. احنا تخطينا كل حاجة في السكة، وبالتالي احنا هنقدر نتخطى اي شيء يقف قدامنا طول ما احنا طول الوقت عندنا إرادة حقيقية لده، وفي إرادة سياسية لتحقيق كل هذا الحلم الكبير والمهم واللي يليق ببلدنا، وان احنا بنشتغل سوا وإيد واحدة. مين كان يتصور في وقت من الأوقات ان احنا يبقى في عندنا الامتداد كامل لحد نهاية حدودنا الغربية، لحد السلوم، زي ما كنت بتكلم دلوقتي مع زميلاتي، وزي ما كنت بقول امبارح كان زمان يقول لك ايه، هوديك السلوم. يا عم وديني السلوم، انا دلوقتي اقول لك وديني السلوم، ده مش عارف هوديك فين. دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها هوديك المكان الفلاني فانت تبقى قاعد قلقان ان انت رايح مكان بعيد او منطقة نائية او ما فيهاش خدمات او ما فيهاش مدارس او ما فيهاش جامعات او ما فيهاش شغل او ما فيهاش تنمية. كل حتة في مصر بتتبني من أول وجديد. النهاردة زي ما انتوا شفتوا أكيد وتابعتوا، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل لقاء واسع جدا جدا مع أهالينا من مطروح والسلوم وسيدي براني، واتكلم معاهم وسمعهم كتير جدا وهم بيتكلموا في كل حاجة بتشغل بالهم. الرئيس في هذا اللقاء مع أهالينا هناك مطروح والسلوم وسيدي براني اتكلم على التطوير اللي بيجرى، وان ده خطوة. خد بالك كل ده الرئيس شايفه خطوة، دي خطوة عملاقة الحقيقة يعني، بس هي خطوة على حد كلام الرئيس من خطوات كتير جدا لسه هيتم إنجازها كمان وكمان. أنا عايز أستأذنكم نسمع هذا المقتطف من كلام الرئيس ونرجع نكمل الكلام. محتاجين ننظم التواجد للقبائل اللي موجودة بالشكل اللي هم طبقا لأعرافهم، ولكن عشان يبقى عندنا كدولة فرصة ان احنا نقدم الخدمات المختلفة، خدمات التعليم وخدمات الصحة واي خدمات اخرى الدولة تقدمها، بان احنا ننظم الكلام دوت بشكل احسن من اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. مرة تانية بقول لكم ان اللي اتعمل خلال الكام سنة اللي فاتوا دول مش كتير، لكن هي خطوة في تطوير حقيقي للدولة المصرية بتستهدفه. يعني افتكروا كويس، أي ميناء، يعني اسكندرية دي اللي كانت كتلة كبيرة جدا من سكانها عايشين على الميناء بتاعت اسكندرية، تصوروا ميناء جرجوب اللي احنا عملنا افتتحنا جزء منه وهنفتتح أو بنطور جزء تاني وجزء تالت، يعمل ايه في المنطقة بتاعت منطقة جرجوب، في منطقة جرجوب كمكان. طب المدن زي مدينة العالمين وزي مدينة راس الحكمة واي مدن اخرى ممكن نعملها على امتداد الساحل، هتعمل ايه لاهالي مطروح؟ الموضوع كل مدينة بيبقى فيها حاجات كتير قوي، مناطق صناعية ومدارس وجامعات ومستشفيات وحاجات اخرى كتير. فعايز اقول ايه، ان كان في فتره من الفترات يعني ما كانش في فرصه للدوله انها تهتم قوي باهالي مطروح، اتصور ان احنا ان شاء الله باللي احنا متحركين فيه ده هيبقى في اهتمام وفي جهد مش كلام. يعني احنا عمرنا ما قلنا هنعمل قبل ما كنا عملنا وبنفتتح. لك أن تتخيل في كلام لا مش تتخيل، لك أن تستوعب أنه في كلام الرئيس وهو بيتكلم قال اللي احنا عملناه ده مش كتير وهي خطوة. خلي بالك أنه ده تواضع شديد جدا جدا جدا، وفي لقطة مهمة لازم تركز فيها، أنه رئيس البلاد يتحدث عن كل هذا الإنجاز باعتباره مش كتير، يعني لم يتباهى ولا يتباهى ولا يحاول التباهي، ولن بالمناسبة ولن، واضح جدا في شخصية الرئيس ده. احنا بنتكلم على الحاجات اللي الرئيس بيقول انها مش كتير،
احنا بنتكلم على مدينة ضخمة عالمية زي العالمين، بنتكلم على مدينة جاية في السكة زي رأس الحكمة الجديدة، يعني العالمين الجديدة ثم رأس الحكمة الجديدة، وجرجوب واللي حصل فيها وجرجوب وتتحول إلى ميناء للتصدير ولسه. والرئيس هنا بيتكلم على أنه الميناء تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى انتعاش اقتصادي، وبالتالي إيجاد الكثير آلاف من فرص العمل على أنواع مختلفة، وبالتالي يحصل فيها كمان مجمعات صناعية، مجمعات صناعية يعني ناس بتشتغل وأسر، إذن مدارس وجامعات وخدمات متكاملة في كل الساحل الغربي الشمالي أو الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية. خليني هنا أخد يمكن تحليل لهذا المحتوى مع كاتبنا الصحفي الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بك يا أستاذ أيمن. أهلا يا أستاذنا، أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ ربنا يكرمك. الحمد لله. أستاذ أيمن، تشوف إزاي النهاردة لقاء الرئيس مع أهالي مطروح والسلوم وحديثه عن إنه كل اللي حصل ده اللي إحنا كلنا بنشوفه ضخم وخيالي الرئيس يراه ليس كثيرا وإنه مجرد خطوة؟ شوف أنا أقول لك انطباعات بس الناس هناك، يعني أنا كلموني ناس كتير من سيوة ومن مطروح ومن المنطقة بشكل عام ومن السلوم، ناس في غاية الفرح يعني وغاية السعادة بهذا اللقاء. لكن أنا عايز أشير يا أستاذ إنه في حاجة مهمة جدا أنا عايزين نبينها بس بالذات، إنه أستاذنا الراحل العظيم جمال الدكتور جمال حمدان كان له جملة عظيمة جدا، قال القاهرة رأس كاسح على جسد كثير. ده كان بيعني أن القاهرة مستحوذة على كل الخدمات وكل المعونات وكل الاهتمام. النهاردة طلعت رئيس السيسي في عدالة دقيقة في توزيع المشروعات القومية على مصر كلها. ودي النقطة اللي نستقصها من هذا العهد ومن المشروعات والإنجازات الكبيرة اللي تحققت، ما لم تتحقق في القاهرة وحدها بل تحققت في كل مصر. يعني عندك دلوقتي ميناء جرجوب ده مهم جدا، عندك طريق سيوة مطروح طريق كبير جدا بإمكانيات عالية ورأس أسمنتي، وده مكلف 4 مليار جنيه تقريبا أو يزيد عن 4 مليون جنيه مليار جنيه في أماكن كثيرة تم الاهتمام بيها، وخصوصا هذه المناطق اللي ذكرها سياده الرئيس، خصوصا الوادي الجديد والمنطقه الغربيه والساحل الشمالي غرب سيوة، وده كان تقريبا شبه يعني مهمل المشروعات اللي اتعملت ربطا بالمشروعات اللي اتعملت في باقي الانحاء زي المحاور والطرق العرضيه سواء من سيوة البحرية أو من البحرية بيروت أو من الفرافة بيروت أو من البحرية بني مزار، كل دي بتخدم على فكرة أن مصر أصبحت مركز لوجستي عالمي ومركز ترانزيت دولي. وأعتقد ده بدأ يؤتي ثماره، ويعني في الفترة القادمة أعتقد أنها يؤدي إلى تأثير كبير جدا في الاقتصاد، تأثير إيجابي الاقتصاد المصري. يمكن احنا عانينا الفتره اللي فاتت من ان كان في انتقادات كثيره، لكن في تقديري وتقدير الباحثين والخبراء ان هذه الانتقادات بدات تؤتي ثمارها وسيظهر ثمارها بالكامل خلال الفتره القادمه. عظيم جدا. يمكن النقطه الاخيره حضرتك ذكرتها دائما مهمه، هي مساله انه نتعمل الاول ضخ استثماري ننظر الى العوائد. ليه الناس ما كانتش قادره تستوعب ده في رايك؟ يعني غالبا يا استاذ يوسف احنا يعني بننظر تحت اكثر منا، يعني دائما احنا مستعجلين على كل حاجه، دائما عايزين كل حاجه تبقى سهله وكل حاجه تبقى متيسره، ويعني عارف انت مثل الصين الذاكره الشعبيه والثقافه الشعبيه بتاعتنا هي تفصل لنا لما بيقول لك الحين النهارده موجود بكره. هو الرئيس السيسي، شوف انا في تقديري ان الرئيس السيسي يعمل رجل دولة وليس كسياسي، لان السياسي هو اللي يرضي العامة وقتيا، لكن رجل الدولة هو الذي يبني لنقطة
يلي الاجيال صحيح. والحقيقه لما نبص على حققه الرئيس السيسي خلال السنوات الاخيره يعني انجازات لم تتحقق في الحياه، اقدر اقول لك ان لم تتحقق خلال 100 سنه، ولا اعتقد انها ممكن تتحقق بعد 100 سنه، لكن تؤثر 100 سنه من الاستثمار المستقر، وهو ده المهم. يعني اعتقد ولاحظ برضه كمان انه لو لم تحدث هذه المشروعات خلال سنوات، رغم ما صرفنا فيها، ما صرف مصر فيه من كورونا وازمه اوكرانيا، ودي ازمات قصمت ظهر دول، يعني الازمتين دول كورونا واوكرانيا صحيح قصمت ظهور دول ويعني جعلت اقتصاد دول ينهار، فرغم ما صرفنا وهذه المشروعات تم انجازها، اعتقد لو لم نبدا فيها من 2014 يعني كان هيبقى في صعوبه كبيره ان احنا نشتغل فيها النهارده. صحيح. انا بشكرك جدا يا استاذ ايمن، كل الشكر للكاتب الصحفي الاستاذ ايمن السيسي نائب رئيس تحرير الاهرام. شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني كل المشاهدين والمشاهدات، تعالى بسرعه كده يعني نحط في نفسنا او في دماغنا فكره، لو انه كل اللي بيتعمل في مصر خلال التسع سنين اللي فاتوا ده، كل اللي بيتعمل ده انت مش متصور هو بيتعمل ليه. يعني في بعض الناس تقعد تتناقش، وبعض الناس ممكن تروح قايله كلمتين على السوشيال ميديا وبتاع، زي ما لك كده بيتفك بكلمتين، ما عنديش مشكله، فيجي يقول لك ايه وليه كل ده؟ طب انت متصور ليه؟ يعني ده ان يعني شيء، انما يعني انه مصر ما اتضربش فيها مسمار 30 40 50 سنة. ولو عاوز الحق يعني انت خلال 40 50 سنة، 40 سنة قبل 2014، قول لي ايه هي المشروعات العملاقة العظيمة اللي كان ممكن تغير وجه الاقتصاد المصري خلال 40 سنة واتعملت؟ يعني قول لي زي الايه، أو اقعد فكر وقارن ما بين نمط ما كان يطلق عليه المدن الجديدة في مصر قبل 2014 ثم المدن الجديدة في مصر بعد 2014، أو ما يطلق عليه البنية الأساسية. خلي بالك أن مفهوم البنية الأساسية في مصر قبل 2014 كان مفهوم عجيب جدا، عجيب لأنه كان مفهوم شديد القدم، مفهوم هارم. التصورات بتاعت الدولة زمان قبل 2014 انه البنية الاساسية هي انك انت تعمل ايه، دخل لي هنا خط مية شرب، ودخل لي هنا شوية عواميد من اللي بتشيل كهربة الضغط العالي، واعمل لي مدقين وارصفهم بطبقة بالكتير ولا طبقتين اسفلت، ودخل لي خط بسيط كده شغال، نبقى نقول ان احنا دخلناه يعني، اسمه الصرف الصحي، فيقول لك ايه احنا عملنا البنيه الاساسيه. طب تعالى اوريك ايه الفرق ما بين المفهوم القديم والمفهوم الحديث بتاع العالم. المفهوم الحديث بتاع العالم هو انك انت بتدخل ميه الشرب اللي ينفع تخلي المدينه دي شغاله دون احتياج الا انك تعمل خطوط جديده ل 100 سنه. الكهرباء شرحه، الصرف شرحه، الانترنت شرحه، المنظومة المتكاملة للطرق والمحاور الأساسية، منظومة النقل بشكل كامل، مدارسها ده مفهوم البنية الأساسية الجديد بالمناسبة، مدارسها وجامعاتها، مجمعاتها الصناعية المحيطة، لأن بتكلم على مجتمع عمراني لازم يكون فيه أكل، أكل وشرب، لقمة العيش، الشغل يعني، وأنا هروح أعيش لوحدي في حتة نائية من غير ما أبقى عارف أشتغل، أو أن أنا أنقل نفسي رايح جاي كل يوم من مكان إلى مكان بعيد في قلب الصحراء وأنا متصور إن أنا كده عملت تجمع عمراني جديد إطلاقا. كانت الناس بتروح علشان، وعشان كده كان في حاجة كنا نطلق عليها زمان يسميها مدن الأشباح، يقول لك المدن ما فيش حد بيسكنها. ليه؟ ما فيهاش حاجة. ده على سبيل المثال. اللي اتعمل في مصر هو مش بس إعادة هيكلة، المسألة أبعد من كده. أنت بنيت مصر من أول وجديد. أنت مين؟ أنت اللي هي كلنا 105 مليون مواطن. إحنا بنينا مصر من أول وجديد، مش بس على مستوى المدن، حتى على مستوى الاقتصاد. إحنا ما كانش عندنا حاجة يا جماعة، اللي كان عندنا ده إدم أكل عليه الزمان وشرب، أكل عليه الدهر وشرب وتعب وخلص، وكان العالم بيحول نظره، وأظن كلنا فاكرين، لدول أخرى في نفس ذات المنطقة العربية ودول أخرى خارج الإقليم العربي من دول الجوار. كل أنظار الاستثمار في العالم كانت بتبعد عن مصر، اللي هو يا راجل ده ما عندهمش.
ده ما عندهمش، ده اللي كان بيتقال. انت عايزني اروح ابني مصنع في الحته دي؟ طب في طرقك، ده اللي كان بيتقال. طب هو الكهرباء موجوده؟ طب هو الغاز موجود؟ طب الايد العامله المدربه موجوده؟ ما كانش في حاجه. كنت بتعمل ايه؟ كانت ولا حاجه. سيبنا، مش هنلوم على الازمنه السابقه بما فيها من مزدهر او غابر، يعني سيبك من ده، لكن نبص على اللي بيجرى دلوقتي. انا هسالك سؤال، اللي حصل في مطروح لحد السلوم جنوبا حتى سيوة حصل قبل كده؟ عارف انت في كده جمله يقولها التجار في بلدنا، يقول لك اللي عنده من ده كذاب، اللي يقول لك انا عندي من ده كذاب. فالسؤال هو اللي بيحصل ده قدام عينيك حصل منه قبل كده؟ انا متاكد انك صادق. فاصل ونكمل الكلام. في تطور كبير، وده كل ده عباره عن خطوه خطوه على الطريق بالنسبه للي احنا بنستهدفه للمحافظه. تطور انتوا بتعملوه وتطور الدوله بتعمله. انا عايز اقول لكم على حاجه، مفيش شهاده وفاء ابدا لحاجه في مصر طول ما احنا مع بعضنا كده. كل حاجه بتتعمل هنا هي ليها انعكاس ومردود على اهالي المحافظه. لم تصل اليه ايد التطوير والتنميه على امتداد من اول اسوان لغايه اسكندريه لغايه حدودنا مع لغايه السلوم. مفيش مكان في مصر الا ما فيش شغل بيتعمل لصالح اهلنا مواطني مصر يعني بالكامل. طيب واحنا شغالين في ده كان في خطه شغالين بيها وفي رؤيه للدوله تجاه شكل الدولة المصرية ومكانتها واقتصادها خلال العشر لغاية 2030. لكن خلي بالكم احنا تعرضنا يعني لأزمتين. الأزمتين دول احنا ما كناش سبب فيهم خالص. يعني الأزمة كورونا اللي كان ليها تأثير كبير جدا على العالم احنا مش السبب فيها. وحتى الحرب الروسية وأثرها احنا برضو كمصر يعني ما خدناش قرار ورطنا فيه الدولة المصرية، وبالتالي انعكاس ده هو يعني القرار الصعب او القرار الخطير او اي اجراء في عدم رشد من الدولة هو تسبب فيما نحن فيه. احنا في ازمة صحيح، وانا بتكلم معاكم بمنتهى الوضوح، احنا في ازمه صحيح، لكن هو تحدي من ضمن التحديات الكتير اللي احنا قابلناها. هو احنا تحدي الارهاب اللي احنا قابلناه خلال من 2011 و12 هو كان في ناس تقول يا ترى الموضوع ده هيخلص ولا مش هيخلص، موضوع الارهاب ده هيخلص ولا لا، الاستنزاف بتاع مواطنين شباب مصر والحاله بتاعت عدم الاستقرار ديت هتنتهي امتى؟ وكنت انا اقول لكم ان شاء الله بجهد الناس وبدم المصريين هينتهي، والحمد لله رب العالمين. واحنا بنتكلم كده برضو في برنامج لتطوير كبير قوي لاهالي نفسينا. المقطع ده مقطع شديد الاهميه، شديد الاهميه. الرئيس في لقائه مع أهالينا في مطروح وفي السلوم وفي سيدي براني وفي الجزء ده تحديدا قال حاجة مهمة جدا، قال مفيش حتة في مصر ما اشتغلناش فيها من أول مطروح والسلوم لحد أسوان في الجنوب. طيب وقال الجزء بقى اللي هو فعلا مهم، قال احنا ما خدناش ولا قرار ورطنا بيه مصر في حاجة، بل بالعكس أمور كانت كتير خارجة عن إرادتنا إحنا وبالرغم من ذلك تخطيناها. واتكلم الرئيس على مسألة الحرب على الإرهاب، وهنا مهم جدا أن كلنا نبقى فاهمين أنه أي دولة أي دولة في مكاننا كان في منتهى البساطة تتفرغ تماما بكامل قدرتها
مش بس بقى القدرات العسكرية بل وقدراتها المالية والاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك للحرب على الإرهاب. انت بتتكلم على إرهاب كان بيهدد سيناء، وحرب استمرت تقريبا 10 سنين ضد هذا الإرهاب الغاشم، وعندك في نفس الوقت تهديدات كانت حاصلة بسبب الميليشيات المسلحة اللي كانت موجودة في ليبيا على الغرب. هنا بقى أنا بتكلم على السلوم وعلى مطروح وعلى سيدي براني، أدي التهديد التاني. وعندك كانت أزمة في الجنوب، وعندك طبعا خلافات كبيرة موجودة عندك بقى في شمالك من ناحية البحر المتوسط آنذاك. كان مصر أسهل حاجة عندها وقتها، وكان أسهل حاجة في هذا القرار أنه نتفرغ للحرب على الإرهاب وما نشغلش نفسنا بقى لا بتنمية ولا بهيكلة ولا ببنية أساسية ولا بتنمية الاقتصاد ولا بنى مدن جديدة ولا قضاء على عشوائيات ولا أن أنا أحاول أوفر فرص عمل ولا أعمل حياة كريمة. طيب، وفي نفس الوقت يحصل كل ده ويروح هوب جاي لك كورونا، وبالرغم من ذلك أنت ما وقفتش، وهوب تروح لضنا معها الحرب الروسية الأوكرانية وبرضو ما وقفتش. طيب قولي هنا سؤال للعقلاء فقط، غير العقلاء بجد يمتنعون بقى، ايه العقلاء؟ هو احنا اللي اخترعنا الإرهاب والإخوان المسلمين وقادتهم ورئيسهم ومرشدهم؟ هم اللي عملوا كده بلدنا، هم اللي عملوا كده في على سبيل المثال، واحنا اللي اخترعنا الكورونا واللي عملنا حرب في روسيا واوكرانيا ولا لينا دعوه؟ طب هنا خليني ارجع مره ثانيه لهذا الحوار شديد الاهميه اللي دار ما بين فخامه الرئيس وما بين كبار المشايخ وكبار العمد في مطروح والسلوم وسيدي براني. معانا العمده بلال احمد من كبار مشايخ مطروح. اهلا اهلا يا حاج بلال. اهلا بيك يا ولد، ازاي الصحه؟ الرئيس دايما كان النهارده طول اليوم في حديثه معاك يقول لك يا حاج بلال. الو، ده شباب عاملين ليه يا فندم؟ ده احنا كمان متشرفين جدا يا حاج بلال، بس استاذنك الشبكه مش قد كده، فلو في حته الشبكه فيها اجمل شويه. انا عندي حلوه جدا، انا قاعد في البلكونه على البحر بصراحه. الله 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 الله، طب ما تاخدنا نقعد جنبك بقى يا حاج بلال، مش كده بقى تقعد على البحر لوحدك تسيبنا كده؟ يا رب يخليك، الشرف يا حاج. حاج بلال، النهارده لما كنتوا بتتكلموا مع فخامه الرئيس وكان في حديث دار ما بينك وبين الرئيس مباشره، خليني الاول اسالك على انطباعك لزياره الرئيس ليكو واللقاء اللي اتعمل. زياره الرئيس طبعا انطباعه يعني اقول لك ادالنا الروح والامل من جديد محافظه مطروح كلها. الروح والامل بنا روح وامل. طب عظيم، محافظه مطروح كلها بجيله دي. قول لي ازاي؟ ايوه قول لي ازاي يا حاج بلال هذا الحديث والحوار اللي تم ما بين الرئيس وما بينكم ادالكم روح وادالكم امل؟ والله ادالك بالمجاريع اللي بتنفذ في الارض الواحد. قول لي ايه بقى المشاريع دي؟ لقيته حافظ، لقيته حافظ وحافظ والريس بقى حافظ الحاجات. انا كنت حافظ اكتر مننا. لا واحنا انت تعرف فكر مني طبعا يا حاج، تعرف اكتر مني بكتير. لقيته حافظ. ايه انتوا في مطروح مبسوطين باللي بيجرى ده وشايفين انه هيفيدكم؟ يعني الخط بيقطع جامد. طب احنا هنحاول نكلمك تاني يا حاج بلال. كل الشكر ليك اولا، العمده بلال احمد من كبار مشايخ مطروح. هرجع اكمل لك تاني على انه اللي جرى ده الحقيقه كبير، الرئيس شايفه حاجه بسيطه. احنا معانا الشيخ حسين عيد امين مجلس القبائل والعائلات المصريه بمطروح. اهلا 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 يا شيخ حسين. اهلا بيك يا فندم. ازاي الصحه؟ كله حلو؟ الحمد لله بخير، ربنا يكرمك. يمكن كنت بحاول استفهم اكتر من الحاج بلال من شويه بس الخط بيقطع جامد. انا كنت عايز اعرف انتوا شايفين لقاء الرئيس معاكم النهارده كان عامل ازاي؟ والحاج بلال قال لي جمله لطيفه قوي، قال لي ادالنا روح وامل.
يعني بداية احنا بنشرف اليوم زيارة السيد الرئيس لأقصى نقطة في غرب مصر في مدينة السلوم التابعة لمحافظة مطروح، وهو لقاء بالفعل يعني يواكب حالة الإعمار الحاصلة في الساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية. واحنا قبل ما نتكلم في مواضيع التنمية احنا نتكلم في موضوع الأمن التي يعني الذي تنعم به مصر خلال هذه الفترة. الأمن يولد الاستقرار، والاستقرار يولد التنمية، والتنمية تولد الرفاهية. فموضوع الأمن بحد ذاته هو أكبر مكسب في الفترة الحالية من نعم ربنا سبحانه وتعالى على جمهورية مصر العربية أن استقر فيها الأمن بهذا الشكل. وكما قلنا الأمن يولد الاستقرار، والاستقرار يولد التنمية، والتنمية تولد الرفاه. صح. من المكاسب الكبرى هذه المشاريع التي أصبحت اليوم واقع يراه القاصي والداني، وأصبحت أمر واقع في جمهورية مصر العربية في جميع ربوع مصر من أسوان حتى الإسكندرية ومن سيناء حتى السلوم. المشاريع أصبح المواطن ينعم بها ويراها مرأى العين. فهذه نعم كبرى، نرجو أن يعني في عز هذه الظروف الاقتصادية الذي يمر بها العالم ناتج عن كما تفضلت حضرتك منذ قليل الوباء كورونا وما يعني جلب على العالم من خسائر اقتصادية كبرى، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأحداث التي يمر بها الإقليم بصفة عامة سواء في الجنوب أو في الغرب. يعني مصر تنعم بهذا الاستقرار في ظل هذه الظروف وتعمل على دفع عجلة التنمية إلى الأمن. المشاريع أنا هختص الساحل الشمالي الغربي وما تم فيه من تنمية من طرق، وليس طرق فقط وإنما جودة الطرق في الساحل الشمالي الغربي. نعلم أن مطروح مقصد مهم من مقاصد السياحة الداخلية في جمهورية مصر العربية، ونرجو أن تكون مقصد من مقاصد العالم للسياحة في الساحل الشمالي الغربي وما يتمتع به من جودة طبيعة و يعني طبيعة خلابة، وسبب من أسباب الزيارة يدفعها أيضا وجود أمن يحفظ أمن السائح إن شاء الله بإذن الله. يعني نرى أن في هذه المشاريع اليوم سبب من أسباب التنمية في الصحراء الغربية التي يعني أنت يعني عهد كبير في العصور السابقة من غياب بعد التنمية. مطروح مهم الخط بيقطع شيخ حسين. ايوه ارجع لي في نفس النقطة اللي كان فيها الخط. مطروح مدخل هام، منفذ السلوم النهاردة اللي كان يحتضن هذا اللقاء هو مدخل هام جدا لشمال أفريقيا بدءا من الشقيقة ليبيا. ونعلم الانتشار الديمغرافي السكاني في غرب مصر وشرق ليبيا، يعني قبل تقسيم الحدود كان النسيج السكاني والانتشار الديمغرافي هي طبيعة واحدة حتى قبل الاحتلال الإيطالي لليبيا. صحيح. اليوم إن شاء الله فرص الإعمار في ليبيا بعد هذه الطرق والتنمية في مصر تسهل من التبادل التجاري بين مصر وليبيا، تسهل الانتقال المواطنين للمشاركة في إعمار ليبيا والشركات المصرية للمشاركة في إعمار ليبيا، وفتح آفاق للعمل كثيرة داخل حدود الشقيقة ليبيا، وبما يعود بالنفع على المنتج المصري والعامل المصري والشركات المصرية في داخل الشقيقة ليبيا. يعني فاللقاء النهاردة كان يشمل كل هذه المناحي يعني التي تعود بالنفع على محافظة مطروح بإذن الله. وثق أنه ما في نقطة إلا وأنه الرئيس يستوفيها كاملة. أنا بشكرك جدا الشيخ حسين عيد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح. مما لا شك فيه أنه الأولوية دائما لأهالي مطروح في كل مناحي التنمية اللي موجودة هناك، في أي مشروعات موجودة هناك. فأنا بقول لك أهو الأولوية نمرة واحد لأهالينا في مطروح، نفس القصة زي ما كان بيحصل في سيناء. الأولوية نمرة واحد لأهالينا في سيناء، نفس القصة اللي حصلت قبل
كده في الصعيد، والتنمية الشاملة اللي جرت في الصعيد كانت الأولوية نمرة واحد دايما لأهالي الصعيد بمحافظاته المختلفة. اللي المهم المواطن نفسه يبقى عارفه، كل المواطنين، 105 مليون مواطن في مصر، التنمية اللي بتحصل في مطروح ما هياش مجرد بس التنمية السياحية، يعني على ساحل البحر. أنا عايزك تبص كده، مش مسألة خيال، كلنا حافظين خريطة مصر شبر شبر زي ما بيتقال. ادي الساحل الشمالي، ادي خط التنمية السياحية اللي موجودة فيه. طيب انزل بالجنوب هتلاقي على طول عندك مشروع 2.25 مليون فدان اسمهم الدلتا الجديدة. ادي تنمية زراعية، وما تبصلهاش على انها تنمية زراعية لو احنا بنزرع فقط لا غير، ده انت بتتكلم على اقتصاد زراعي متكامل في الدلتا الجديدة. يعني اقتصاد زراعي متكامل يعني انا بوسع رقعة زراعية، بنظم طرق الزراعة بتاعتها، بعمل الصناعات المرتبطة بالزراعة اللي هي الصناعات الغذائية اذا صح الكلام يعني او اذا صح التعبير. في نفس الوقت انا عامل مجمعات صناعية كاملة حول هذه المنطقة وصولا الى منطقة برج العرب. طب ومن ناحية تانية انا بعمل ايه؟ ما لازم يكون في عندي مدارس طبعا عشان الناس اللي هتيجي. خلي بالك اهالينا في مطروح ليهم الاولويه. طيب وايه تاني؟ ما انا هجيب الناس من كل حته يروحوا هناك ويعيشوا ويشتغلوا ويسكنوا والعيال تكبر وتخش المدرسه ومن ثم الجامعه. فطبعا في جامعات لحد دلوقتي عمالين، احنا في عندنا 3 جامعات ما بين الجامعه الاهليه بتاعت العالمين وما بين الاكاديميه البحريه وما بين جامعه مطروح، ادي كده 3 جامعات. وحدث كثيرا حول هذا الموضوع. وفي نفس الوقت تلاقي بقى الشركات اللي هتشتغل على ميناء جرجوب. لحد دلوقتي الميناء اللي بدأ يشتغل وبيصدر، الرئيس بيقول لنا ده دي المرحلة الأولى، فما بالك بالمراحل القادمة. وهكذا امتدادا لحد آخر نقطة لينا على الحدود مع ليبيا الشقيقة. اللي بيتعمل في مطروح هو مش بس الخيال في حد ذاته، هو تعدى حدود الخيال، لأنه خيالنا فيما قبل 2014 لم يكن يصل إلى هذه النقطة على الإطلاق. على الإطلاق لكنا بنفكر في زراعة قبل الحتة دي ما أو قبل 2014، نحن نزرع 2.25 مليون فدان في هذه المنطقة ما كانش في الخيال. إن احنا نعمل مدن عالمية بحجم العالمين الجديدة و رأس الحكمة الجديدة ما كانش في الخيال. هتقولي هي فين رأس الحكمة؟ هقولك وانت بس طلع كده، لو عندك بالنهار ساعتين فاضيين روح اتمشى وانت تشوف الشغل اللي بدأ، الشغل اللي بدأ مش اللي يبدأ. المهم طيب، والدلتا الجديدة موجودة وبتتزرع وشغالة، مرحلة تتلوها مرحلة أخرى، ده قدامك، ده من الدلتا الجديدة بالمناسبة. وظن السنة اللي فاتت في 22 سافرنا هناك وصورنا وشفنا الموسم اللي حصاد القمح، وشفنا جانب من زراعة البطاطس وبنجر السكر وبعض المحاصيل الحقلية الأخرى. ده احنا رحنا صورنا وجبنا لحضرتك لحد عندك، واللي خلص يعني بالتأكيد هناك ما زاد من رقعة زراعية أزيد على اللي احنا صورناه، ده مما لا شك فيه ولا زال العمل مستمر. الشيخ حسين هو بيتكلم حتى على النهر الجديد او القناة المائية الجديدة مخصوص علشان ال 2.25 مليون فدان دول يتزرعوا ويخضروا ويوجدوا الاف من فرص العمل، عشرات الاف ان لم تكن مئات الاف من فرص العمل. التنمية اللي موجودة هناك فعلا تنمية تتعدى حدود خيال ما قبل 2014 بكتير. مش مصدق، انزل بالنفس، انا بقول لك خد بعض في القاهرة، وبالمناسبة المسافة مش بعيدة، انت من بعد 45 دقيقة بالتمام والكمال تطلع من القاهرة كده من الشيخ زايد ل 6 أكتوبر، ده جزء من التنمية السياحية الموجودة بالمناسبة على سبيل المثال الحصر. لو خرجت من القاهرة ومشيت كده على طريق مصر اسكندرية واتبعت علامات الإرشاد أو الجي بي إس، أدي القاهرة. حضرتك تتبع علامات الإرشاد عشان تعمل إيه؟ تاخد بس حاجة اسمها طريق الضبعة. 45 دقيقة شفاء لا تزيد، اسأل مجرب لا تسأل طبيب زي ما بيقول. هتشوف الخضر يمينك وشمالك، هتشوف بعينيك، هتشوف بعينيك بعد 45 دقيقة من خروجك من، لا لو خرجت من بوابة القاهرة هتبقى أقل من 45 بشوية، قول 40 دقيقة، مشيها 45 يا عم. وبالمناسبة أنا راجل ما بجريش بسرعة، أنا أدخن سرعة ممكن أمشي عليها 110، حتى ما بمشيش على ال 120 اللي مسموح لنا. المهم يعني 45 دقيقة تبدأ تشوف الخضار يمينك
وشمالك. افضل بقى مكمل كده لحد ما توصل للساحل الشمالي، هتشوف العظمة والفتوح كله. وصلت الساحل الشمالي تشوف المدن اللي اتبنت زي العالمين، تكمل وبص حواليك، عاوز تنزل على التنمية اللي بتحصل في كل مكان، في كل مكان الجامعات اللي بقولك عليها فاتحة وشغالة، وده مش كلام، ده كلام حتى الشيخ حسين هو بيتكلم. وخد بالك ده بيتفق مع جملة مهمة جدا قالها الرئيس، قال التنظيم والتنمية وكل حاجة هتبقى دايما مرتبطة، احنا علينا ان احنا ننظم في اطار العادات والتقاليد والاعراف المعمول بيها. جامعة مطروح لما اتعملت عشان كده، عشان اهالينا حقهم يبقوا عايزين بناتهم جنبهم وقريبين منهم، العادات والتقاليد كده، بس كمان احنا عاوزين نديلهم فرصة التعلم في الجامعة، الحصول على شهادات من الكليات ومن الجامعات، ثم الحصول على الماجستير والدكتوراه فيما بعد، حقهم 100% طبعا. كان فين الكلام ده زمان؟ معرفش. كان فين الكلام ده دلوقتي؟ موجود. فاصل ونكمل الكلام. احنا كلنا نساع بعضنا، احنا ما بنخبيش عليكم حاجة. انا مش بكلمكم انتوا بس، انا بكلمكم وبكلم المصريين من خلالكم. اوعى تفتكروا اي تحدي ممكن نتغلب عليه الدولة لوحدها، لا، بيكم انتوا، بفهم الناس نقدر نعدي. احنا كمسؤولين لا نبغي والله الا الخير. انا فاكر اول ما اطلق الحوار الوطني، اول ما الرئيس دعا للحوار الوطني كان في افطار الاسرة المصرية في رمضان سنة 2022 في ابريل، اظن 24 25 ابريل حاجة كده لو انا فاكر كويس يعني. و أول ما الرئيس أطلق الدعوة للحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، طلع ناس كتير جدا جوه وبره عشان نبقى أمين، قال لك حوار وطني اضحكوا علينا مش هيحصل حاجة وده مجرد تصريحات. طيب بدأ تشكيل مجلس الأمناء بالفعل، قال لك إيه بقى؟ قال اسمك مش عارف التشكيل، قال لك مجلس الأمناء أكيد كله هيجي موالاة، فتعمل مجلس الأمناء 50-50 بالملي بالتمام والكمال. طيب اتعمل مجلس الأمناء، قال لك يا عم حليني ولا هيعملوا حاجة ولا هيحصل لحوار وطني ولا كلام من ده، ولجنة العفو الرئاسي دي مش هتطلع حد، وانه كل دي تصريحات للاستهلاك السياسي. هوب لقينا لجنة العفو الرئاسي بتخرج الناس والحوار الوطني، مجلس الأمناء قاعد عمال شغال على انه يعمل الهيكل العام لجلسات الحوار وتقسيم المحاور واللجان، وما الى ذلك وصولا ل 19 لجنه باسامي مقررينها بمقررينها المساعدين. قال لك طب واحنا امتى هنبدا يا جماعه؟ ما خلي بالك التشكيك في المطلق، يعني لازم اي حد في الدنيا شايف نفسه ان هو لما هيشكك هيبقى فلوطه، فطبعا احنا عندنا فلاليط كتير في حياتنا يعني، وزي ما بقول لك جوه وبره عشان تبقى فاهم يعني. فتشكلت بالفعل كانت اللجان بالمقررين والمقررين المساعدين، وبدا كمان ارسال الدعوات للمشاركه وفتح باب المشاركه امام الكل، اي مواطن عاوز يتقدم باقتراح تقدمت باقتراحات عشرات الالاف، انا اظن تقريبا حوالي 100,000 مقترح تم بحثهم حرف حرف. ده في البدايه، وبدات الجلسات وبدات الناس تحضر وشخصيات عامه وما الى ذلك، وانعقدت جلسات الحوار الوطني. اجد انه من 19 لجنه 13 خلصوا الصياغات بتاعتهم وتم مناقشتها مع مجلس الامناء لرفعها الى فخامه الرئيس. تخيل بكل التشكيك ده وبرده كل ده تم. ده معنى ايه؟ انه لا داعي للتشكيك على الاطلاق، لانه ما فيش كلمه بيقولها الرئيس ما بتحصلش. ولك ان تتخيل انه من دعا للحوار الوطني هو اللي بيشكر المشاركين في اعداد الصياغه، يعني الرئيس هو اللي دعا والرئيس هو اللي بيشكر ويتوجه بالشكر والامتنان لكل المشاركين في اعداد وصياغه مخرجات الحوار الوطني. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب هذه التدوينه على حساباته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك، فقال تلقيت باهتمام بالغ
مجموعة من مخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية. وهنا تنتهي تدوينة فخامة الرئيس. الحوار الوطني اشتغل. طيب، مجلس أمناء الحوار الوطني من ناحيته أيضا يتوجه بالشكر لفخامة الرئيس السيسي لاستجابته الفورية بتلقي مجموعة مخرجات الحوار الوطني، وقالوا يتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية. ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من كافة المقررين والمشاركين في الحوار من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن. طيب، هنا أقدر أقول لك أنه بذل جهد كبير جدا من مجلس الأمناء في الحوار الوطني، وخليني يمكن أسأل وأرحب أولا بالنائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. ازيك يا أميرة؟ أهلا وسهلا بحضرتك. عاملة إيه؟ دين. إيه أخباركم؟ كله كويس؟ يعني إحنا في اجتماع مستمر تقريبا من أكثر من 11 ساعة. 11 ساعة؟ ليه؟ علشان في فوق الألف صفحة مختلف ودات جلسات الحوار اللي كان مهم جدا انها تناقش على مستوى التوصيات اللي خارجة من اللجان اللي انتهت من عملها، لانه لسه فيه طبعا عدد من اللجان لم ينتهي بعد من جلساته، وده الحقيقة امر محتاج اوضحه جدا. اجتماع النهاردة في منتهى الاهمية، تدوينة سيادة الرئيس مهمة جدا، ولكن الوطني مازال قائما وما زالت جلساته المغلقه والعامه منعقده، يعني ما خلصناش. طيب، يعني في ال 11 ساعه دول يا اميره هتقعدوا او قعدتوا بالفعل في قراءه وتفنيد وتفصيل 1000 ورقه او اكثر؟ يعني الفكره في ان الوتيكان رفعت مختلف توصياتها ومقترحاتها، وفي نهايه المطاف بيبقى في عدد من المحاور او التوصيات اللي اتفق عليها، اللي اتفق على اهميتها واولويتها، لانه نرجع نفكر بعد بالحوار الوطني اصلا في مبتدا وكان ايه هدفه. كان هدفه تحديد اولويات العمل الوطني في ملفات الثلاثه، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين متابعين، كل منهم كان تحت عدد كبير جدا من اللجان، وكل لجنه لها عدد كبير من المخرجات. يعني المسألة شاقة ومهمة، ولكن الحقيقة بما إني تشريعية كمان، هيبقى عندنا في مجلس النواب كبيرة جدا من التشريعات المحتملة أو الواجب دراستها من مخرجات الحوار الوطني، لأن مسارين اللي خارجة فيهم حوار، يا إما مسار تنفيذي في توجيه أو يعني اقتراح على الحكومة إنها تباشر عدد من القرارات والتوصيات التنفيذية بشكل مباشر، أو للمجالة النيابية إنها تعدل تشريع أو حتى تقر التشريع أو يعني تناقش مشاريع قوانين جديدة بالكلية. ففي كم من المخرجات كبير جدا تشريعي وتنفيذي، أعتقد شهور في تنفيذه يمكن أكثر كمان. طيب أميرة، يمكن وأنا بكلمك فأنا بكلم أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وفي نفس الوقت عضو مجلس النواب المصري، في
أظن كان ثلاث مقترحات متعلقين بالشكل الانتخابات اللي هتتم بيها الانتخابات البرلمانية. أعلم أن هناك مقترحات أخرى بخصوص المحليات، لكن في الثلاث مقترحات بتوع الانتخابات البرلمانية الثلاثة هيرفعوا لفخامة الرئيس ولا مجلس الأمناء هيتوافق على شكل محدد يتم رفعه؟ طيب دي نقطة، يعني ده سؤال مهم جدا الحقيقة، ويوضح للسادة المحلية المتبعة جوه الحوار الوطني. الحوار الوطني شعاره هو خلق مساحات مشتركة، وجائز جدا في يعني توصيات نهائية قدرنا نوصل فيها لمساحة مشتركة، فطلع فيه مثلا زي المحليات وشكل قوانين المحليات نفس التوافق خلاص بتقول انه في مسار محدد بتوصية واضحة، او زي ما حصل في النظام الانتخابي الخاص بالمجالس النيابية انه انتهى الامر في الاخر لثلاث اراء مختلفين، ثلاث اراء كل قدرش راي فيهم يعني اقنع بقيه الاراء، وده بنص اللائحه المنظمه للحوار الوطني من اوله في حاله الاختلاف له يعني لحدوث توافق ما بترفع التوصيات النهائيه للقياده السياسيه، وبناء عليه تتخذ القياده السياسيه بقى الراي الانسب او ما تراه مناسبا. وده اللي حصل الحقيقه في شكل المجالس النيابيه، لان انا ما وصلتش. وسؤال حضرتك عن مجلس الامناء، مجلس الامناء هو معبر ايضا عن نفس الصيت السياسي اللي كان بيتخاور، فمش كل الموضوعات بيقدر مجلس الامناء يوصل فيها لتوصيه واضحه، ولكن توافق قرارات محددين رفعوا ل يعني السلطه الكبيره او الرئيسه في البلاد اللي بتاخد ساعتها قرار بما ترى مع مقتضى الحال موافق لاولويات العمل الوطني او يعني. عظيم جدا يا باشا. اللي انا عايز اقوله في هذا الشان ان هي حصلت حلحله كبيره لملف القادم في شكل السياسات، في شكل صياغات السياسات، ودي كانت حاجه مهمه نتناقش في النظام الانتخابي الحالي ده، هل زي ما هو ولا محتاجين نغيره، واتفقنا الحاجه للتغيير. الحاجه الى التغيير. الو بالضبط. يعني هو ده اللي انتج مختلف الاراء، انه ايوه في اتفاق انه كتير في السياسات الحاليه بحاجه جذريه الى تغييرها او النقاش حولها، واحدهم طبعا كان النظم الانتخابيه. يا مسهل الاحوال، احنا هنشوف ايه اللي هيتم خلال برضو الايام القادمه. يمكن متبقي تقريبا حوالي 6 لجان، يعني يا رب يا مسهل انها كمان تنتهي من الصياغات النهائيه. انا بشكرك جدا النائبه اميره صبر عضو مجلس امناء الحوار الوطني عضو مجلس النواب المصري. معانا ايضا سياده النائب ايهاب الطماوي مقرر لجنه الاحزاب السياسيه بالحوار الوطني. اهلا 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 بيك سياده النائب، ووحشني جدا. وحشني قد الدنيا. حياتي للساده المشاهدين. يا رب يخليك يا هبي يا هبي. وانت مقررا عن لجنه الاحزاب السياسيه، واظن يمكن اكثر ما يدور من جدل، ومش هسميها شد وجذب ولكن مناقشات حمايه الوطيس، هي النظام الانتخابي. وكنت بتكلم حتى مع اميره صابر على مساله الاشكال الثلاثه المقترحه، وانه هيتم رفع الثلاث مقترحات الخاصه بالنظام الانتخابي لفخامه الرئيس، ومن ثم احالتها الى مجلس النواب. لكن هل هناك ايضا ما كان حوله الكثير من الجدل وحماوه النقاش؟ الحقيقه حماوه النقاش دي يعني تسري الحوار الوطني، لكن قبل ما اتكلم في النقطه دي حابب اني اكد على اني يجب توجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعي للحوار الوطني، واللي كل يوم بياكد انه بيفي بوعوده. يمكن كل الساده المشاهدين تابعوا كلمات السيد الرئيس على هامش مؤتمر الشباب برج العرب لما اتكلم على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقال ان ما يدخل في اختصاصاته الدستورية هينفذه فورا. صحيح. واللي هيدخل في اختصاص السلطة التشريعية هيحيله المجلس النواب ليقوم بدوره. عشان كده كان واجب توجيه الشكر للسيد الرئيس استجابته السريعة لمخرجات الحوار الوطني. اما عن المناقشات الحامية فدي مناقشات طبيعية هتبقى حامية، لان كل حزب سياسي، كل قوة سياسية، حتى الاكاديميين والمتخصصين
بيحكمهم في آرائهم، أيديولوجيات بنوا عليها أفكارهم السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مرورا بالحركة الليبرالية أو التيار القومي. وبالتالي طبيعي كل واحد بيدافع عن وجهة نظره، لكن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر رفع المقترحات الثلاث بالنسبة للنظام الانتخابي، ومعهم كمان المقترحات التي وردت بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بعيدا عن هذه الأمور، سيادتك عارف أن أنا وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبالتالي بيحكم رأيي الشخصي هو انضباط النظام الانتخابي مع الضوابط الدستورية التي وردت في دستور 2014 المعدل في إبريل 2019. ويمكن عشان كده أنا من الناس اللي كانوا بيميلوا أو بيؤيدوا الإبقاء على النظام القائم أو زيادة القائمة المغلقة المطلقة اللي بتساعد على التعددية الحزبية والسياسية، وكمان بتمكن الشباب والمصريين بالخارج والمرأة والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الإعاقة من الوجود داخل البرلمان وفقا لأحكام الدستور، وبتبتعد بالبرلمان عن شبهات عدم الدستورية اللي تعرض لها برلمان 87 و90 و2012. لكن مجلس أمناء الحوار حريص على أن يطرح على السيد الرئيس وعلى مؤسسات الدولة كافة الآراء المطروحة، وعشان كده تم رفع ثلاث مقترحات يخصوا النظام الانتخابي. طيب بخصوص النظام الانتخابي يا أبي، يمكن احنا في منهم مقترح متعلق بجزء يذهب الى يعني عن طريق القائمة المطلقة المغلقة، وجزء اخر على القائمة النسبية، وجزء ثالث على الفردي. هل بالضبط تشوف ان ايهما انسب؟ يعني قلت لي رأيك في انه انا عايز القائمة المطلقة كما كنا، هل ترى أن هذا الاقتراح اللي أنا كنت بقوله دلوقتي وهو اللي متضمن من ضمن التوصيات المرفوعة لفخامة الرئيس من الممكن أن يرضي سواداً أكبر من الطيف السياسي؟ الجمهورية الجديدة بتتسع لكافة القوى الوطنية والسياسية ولازم يشاركوا فيها، وبالتالي رفع مجلس الأمناء لكافة المقترحات بما فيها المقترح اللي سيادتك ذكرته مؤخراً هيكون محل دراسة. ويمكن كلمات السيد الرئيس كانت دقيقة جدا، إحالة مخرجات الحوار الوطني لكافة سلطات الدولة لدراستها ودراسة كيفية تنفيذها أو ما يمكن تنفيذه منها. ومن ضمن هذه المقترحات الأنظمة الانتخابية المختلفة، المهم تحقيق المتطلبات الدستورية اللي بتضمن وصول الفئات التي تم تمييزها إيجابيا، والابتعاد عن شبهات عدم الدستورية في النظام الانتخابي. وطبعا مش هنقدر نلغي النظام الفردي على عدد من المقاعد، لأن الناخب المصري اتعود أن يكون ليه تواصل مباشر مع النواب، والنظام الفردي هو اللي بيبقى أقرب. يمكن دول العالم معظمها العاتية في الديمقراطية بتعتمد بالنظام الفردي، لكن الناخب هناك بيعتمد على البرامج والأفكار والأيديولوجيات بتاعت الأحزاب اللي بينتمي لها المرشح. إحنا بيبقى عندنا بعض الإشكاليات التي تتعلق بالعصبية والقبلية ورؤوس المال وما إلى ذلك، لكن مع كل هذه الأمور لكن بيتم الإبقاء على دايما النظام الفردي كجزء من العملية الانتخابية والنظام الانتخابي. عشان كده النظام المختلط هو الأنسب سياسيا لطبيعتنا كمصريين. يعني طب سيادة النائب، يمكن التجربة البرلمانية الحالية اللي احنا بنمر بيها قامت على انتخابات كان فيها قائمة أراها ناجحة لأنه كانت بتضم كل ألوان الطف السياسي المصري على نفس ذات القائمة، من يمين لوسط ليسار، وساعدت في أنه الكل يصل إلى مقاعد أو يصل إلى قبة البرلمان المصري سواء إذا كان شيوخ أو نواب. لماذا يرى البعض أنه لا داعي للاستمرار في هذه القائمة وعلينا أن احنا نذهب أكتر إلى القائمة النسبية، واللي هي مش بالضرورة توصل بسبب العتبة الانتخابية مثلا، يعني مش بالضرورة توصل لقبة البرلمان؟ يعني القائمة المطلقة كان فيها ضمانات حقيقية، النسبية مش هتدي نفس الضمانة. من الأسباب اللي بتخليني يعني بأكد على كلام سيادتك
ان القائمه المغلقه المطلقه مش بس وصلت الست فئات التي تم تمييزها ايجابيا بنصوص الدستور، لكن كمان ساعدت على وصول 13 حزبا سياسيا داخل، ومنهم احزاب معارضه، ومنهم احزاب معارضه بالظبط كده. مش كده وبس، القائمة المغلقة المطلقة بتساعد على إجراء التحالفات الانتخابية. أيوة. اللي بتمكن من وجود التعددية الحزبية والسياسية داخل البرلمان. صح. مش كده وبس، بتساعد على وصول عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالاتهم عن طريق القائمة المغلقة المطلقة، لن يتمكنوا عن طريق القائمة النسبية. البعض وجه نقد القائمة المغلقة المطلقة وبيقول إني دي بتفوز ب50% زائد واحد وبالتالي بيهدر 49% من الأصوات. هذا غير حقيقي من وجهة نظري ومن وجهة نظر الكثيرين، لأني من الوارد أن القائمة المغلقة المطلقة تفوز ب70% و80% أو 90%، ما فيش أي إشكالية خالص. لكن مش كده بس، ده الدول العاتية في الديمقراطية، أنا لسه ذاكر من أقل من دقيقة أن بتعتمد النظام الفردي. النظام بريطانيا. الفردي هو بيعتمد الفوز فيه على النظام الاغلبي اللي هو 50% زائد واحد. ما نقدرش نقول ان هذه الدول فرنسا ومجلس العموم في بريطانيا والكونجرس الامريكي بيهدر 49% من الاصوات، هذا غير حقيقي. لكن كمان في صعوبات في حسابات الوزن النسبي للمقعد في القائمة النسبية على مستوى الجمهورية. هيختلف عن الوزن النسبي للمقعد في محافظة القاهرة، هيختلف عن الوزن النسبي من المقعد في المحافظات الحدودية والمناطق النائية. وأنا طبقا المادة 102 من الدستور يجب أن أمثل يعني السكان والناخبين تمثيلا عادلا للسكان والمحافظات، وبالتالي مش بس المادة 11 تمثيل المرأة 25%، لا لازم أمثل المحافظات الحدودية والمناطق النائية وأراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات طبقا المادة 102، وباقي الفئات اللي انا ذكرتها من شويه في الماده 243 و244. عشان كده بنميل وبنؤيد نظام القائمه المغلقه المطلقه بحد ادنى 50%. مش كده وبس، في عندي كمان شباب قد اداء رائع داخل البرلمان الحالي رغم تنوعهم السياسي داخل. صح. شباب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. مظبوط. ازاي اضمن وصول هذه الكفاءات اللي اكتسبت خبرة داخل البرلمان القادم عن طريق القائمة النسبية اللي غالبا هيأتي على رأسها رؤساء احزاب او امناء بطبيعة الاحوال تنظيم، وبالتالي عدد من العناصر الشبابية هيتراجع ترتيبه في القائمة النسبية اللي هيبقى فيه منافسة بين الاحزاب وفي صعوبة في عمل تحالفات انتخابية، وده يبعدني كمان عن تحقيق أحد نصوص الدستور الهامة وهي التعددية الحزبية والسياسية اللي نص عليها في المادة الخامسة، تحققت داخل البرلمان القائم سواء في مجلسي الشيوخ والنواب، ويبقى في صعوبة في تحقيقها عن طريق القائمة النسبية، لأن كل حزب هيبقى بيدور على تمثيله هو، وبالتالي هيبقى من الصعب إجراء تحالفات من خلال القائمة النسبية. غير كده وكده المعامل الحسابي للقائمة النسبية ومين اللي هيروح من القائمة من الحتة الفلانية أو الحتة العلانية، خاصة مع مراعاة قواعد التمييز الإيجابي لبعض فئات المجتمع، هتدخلنا في حاجة بالبلدي كده مش هعرف أقول عنها باللغة العربية، لكن أقدر أقول حزبة بيرما هيهدر فيها العديد والعديد من الأصوات، يمكن أكثر من الأصوات أو من النقد الذي وجه للقائمة المغلقة المطلقة. في نهاية الأمر النظام الانتخابي يجب أن ينضبط مع القواعد وأحكام الدستور، ويمكن عشان كده بيان مجلس الأمناء اللي يقراه بعناية شديدة يلاقي النظام الانتخابي وفقا للضوابط الدستورية. الدستورية صحيح. مجلس أمناء الحوار الوطني القائمين على الحوار الوطني بيؤكدوا في كل لحظة احترام أحكام الدستور، وأن يكون مؤسسات الدولة بمنأة عن أي شبهات تتعرض للقوانين التي أتت بها عن طريق الانتخاب لشبهات عدم الدستورية، عشان ما نتكررش التجارب السابقة سنة 87 و90 و2012 لما كان في جزء من النظام الانتخابي يعتمد على القائمة النسبية وقضية
بعدم دستورية الانتخابات وبالتالي تم حل هذه البرلمانات الثلاث. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب إيهاب الطماوي مقر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري. خليني أيضا أخد معانا على التليفون دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أهلا أهلا أهلا. أهلا وسهلا بيك يوسف بيك. إيه الأحوال؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. يمكن في الحاله دي انا هسال سؤال مزدوج متعلق جزء منه بحوار الرئيس النهارده مع اهالينا في مطروح والسلوم وسيدي براني، وازاي شفت هذه الزياره وهذا الحوار المتعلق بالتنميه الشامله في ربوع الجمهوريه، ومن ناحيه تانية ايضا رفع جزء كبير من مخرجات الحوار الوطني وتوصياته الى فخامه الرئيس. هو النهارده عندنا حدثين مهمين. الحدث الاول زياره سياده الرئيس لمنطقه مطروح، ودايما سياده الرئيس معودنا ان هو بالنسبه له قريب الصله من المواطن، قريب الصله من شعبه. النهارده اللقاء كان اكثر من رائع، قريب السماع للناس، كلام بصوره فيها نوع من انواع الصراحه التي تعودنا عليها من سيادته. في قرب، احنا فعلا بنواجه تحديات، بس احنا ان شاء الله قدها. احنا عدينا حاجات كتيره قبل كده مع سياده الرئيس والدوله المصريه، ان شاء الله باذن الله تتجاوز التحدي. حوار واضح مع ابنائه مع اهله مع شعبه، وهو معودنا ان هو قريب الرئيس مننا ومن الشعب عموما، يعني في كل المناطق شفناه قبل كده مع اهل سينا، شفناه هو بيفتتح المدن سوهاج الجديده، المنيا الجديده، المنصوره، هو بيتجول في ربوع الوطن المصري قريب، بيسمع من الناس. التنميه ستصل الى اقصى مكان في مصر، مشروع التنميه ان شاء الله مستمر، ده مشروع كبير، دوله تنمويه بتبني دلوقتي حاجات ممتده للمستقبل، بتحل اشكاليات كبيره جدا. في تحديات كبيره نعم احنا معترفين بيها شايفينها، ولكن بالروح اللي موجوده والافتخار والتحدي اللي متعودين عليه وكلنا كشعب وكدوله ان شاء الله مع بعض، ومش مستمعين لاي اصوات هي بالنسبه لنا بتهد في الدوله المصريه او تحاول ان هي تفط يعني من عضدنا، او ان هي تحاول تكسر من عزيمتنا في المشروع اللي احنا ان شاء الله هنحققه ونعبر بيه. ده بالنسبه للجزء بتاع بالنسبه للحوار. طبعا الرئيس النهارده طبعا يعني اعطى اشاره قويه جدا، وحابب من منبرك ده اتوجه بالشكر الخالص لسياده الرئيس على ايفائه بالوعد. طبعا موضوع الحوار الوطني ده من محطه من المحطات انا بعتبرها انجاز من انجازات 30 يونيو، وطن واحد وهدف واحد، بنصنع أرضية مشتركة، بنبني تنمية سياسية حقيقية، بنحط الموضوعات اللي احنا بالنسبة لنا بنخرج من نوعية سياسة أخرى، اللي احنا نفتح المجال العام بشكل كبير جدا، حوار بلا خطوط حمراء، استوعب الجميع، مفكرين ومثقفين وأحزاب ومعارضة وموالاة وأصوات عاقلة وأخرى غير عاقلة أيضا، ولكن احنا يعني استمعنا البعض، دينا فرصة إن الجميع يسمع الجميع. و احنا النهارده امام محطه مهمه بقى، يعني احنا انا كان عندي يقين ان السيد الرئيس لما بيدي وعد بينفذه دائم الوفاء بوعوده، ما بيقولش حاجه هو مش دارسها كويس، فانا كنت شايف ان دي محطه من المحطات الاساسيه، ان هو النهارده بصراحه يعني اثلج صدورنا ان هو بالنسبه له وفى بوعده، هو متابع الحوار بشكل جيد جدا. بنشكر برضو مجلس الأمنة والحوار على مجهود أكثر من رائع على مدار فترات طويلة جدا. صحيح. الناس اللي حضرت عشرات الموضوعات، وخصوصا الأحزاب الجادة اللي اهتمت بإخراج توصيات، فتعتبر احنا بالنهاردة بنعبر لمرحلة جديدة اترسمت فيها ملامح السياسة في مصر، ملامح ان احنا كلنا توافق وطني بيتكون على رؤى، حتى النقاط اللي احنا مختلفين فيها هي بتترفع كلها، زي ما حضرتك كنت عارض من شويه ان في اكثر من راي فيما يتعلق بقضيه الشكل الانتخابي، كل راي ليه وجهته وليه ما يبرره،
بنوزن منها ونشوف المصلحة اللي هي تحقق مصلحة المواطن، مصلحة التنمية السياسية في مصر، وإن شاء الله ربنا يوفق في اختيار سليم. دي عايزين نقول هي دي الطريقة القادمة اللي عايزين نتعامل بها مع الملفات، عقل هادئ موضوعي بيوصل الرسائل بشكل صحيح، بتتعرض بنبدأ نشوف المصلحة اللي احنا هتوصلنا للصورة فيه. وده ربط كبير جدا النهاردة، يعني المخرجات اللي هتخرج دي مثل صورة كبيرة جدا للمواطن. انت عندك موضوعات اتكلمنا فيها شديدة الأهمية، الجزء الاجتماعي، مجلس أعلى للتعليم، حاجات متعلقة بحرية المعلومات دي منتهى منها، مفوضية ضد التمييز، انت مناقش قضايا متعلقة بالتضخم، قضايا متعلقة بالموازنة، قضايا متعلقة 19 والاستثمار والديون والثقافة والهوية والخطاب الديني. يعني في، يعني انا شفت الحقيقه ما اقدر اقول مئات الموضوعات اللي تم المناقشه فيها، ويمكن نائبه اميره صبر كانت بتتكلم في انه هناك 1000 ورقه او يزيد بتتم مناقشتهم من خلال مجلس الامناء علشان يتم رفع التوصيات للرئيس. انا بشكرك جدا يا دكتور هشام، كل الشكر دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والتنميه. طيب خلونا كمان ناخد معانا الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. اهلا 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 بيك يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. واحد بالصحه والسلام. يمكن واحنا بنتكلم انا بقول انه قدامنا حدثين، حدث متعلق بالتنميه الشامله اللي موجوده في البلاد، وحدث اخر متعلق بالعمل والحوار السياسي. الاول هو زياره وحوار الرئيس مع اهالينا في مطروح والسلوم وسيدي براني، والاخر متعلق بالحوار الوطني. وهنا يجي السؤال، كيف ترى المسارين بالتوازي وفي نفس ذات اليوم تقريبا؟ يعني هو المسارين معا بيصنعوا حالة مصرية جديدة لجمهورية جديدة. الرئيس في حوار مباشر مع أهلنا في سلوم، وهو نفسه هو الداعي إلى حوار مباشر أيضا بين كل الفرقاء على الساحة السياسية المصرية. وكأن الرئيس يعني بالمصفى عندما تلقى مخرجات الحوار الوطني من مجلس الأمناء، وأعلن في على صفته الرسمية بأنه سيحالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ وعده الذي وعده عندما دعا للحوار الوطني، لما تخرج في شكل قرارات رئاسية تنفيذية أو في شكل تعديلات تشريعية تأخذ طريقها إلى البرلمان لكي تصدر. هذا الحوار اللي دعا عليه الرئيس، والنهارده تزامن مع حوار اخر مع اهلنا في السلوم، حوار كان لا ينقصه المصارحه، حوار كله مكشفه. الرئيس بنفسه عرض ما تم في انجازات على مدى السنوات العشر الماضيه، وكلها انجازات الواقع المصري بتحدث عنها، والحضور امام الرئيس يعيش منها على ارض الواقع. وبالتالي الرئيس النهاردة كان يعني الرئيس النهاردة حديثه مع القبائل في سلوم، ونفس الرئيس اللي يعني داعي لحوار وطني منذ حوالي 14 شهر وأعلن فيه أنه لا إقصاء لأحد فيه وبدون خطوط حمراء. وفعلا الرئيس اللي كان متابعة دقيقة ودؤوبة لكل خطوات جلسات الحوار الوطني، وكان هو اللي بيدفعها إلى الأمام، وليس سرا ان الرئيس هو اللي طلب من مجلس الامناء ان يرفع له تقرير بما انتهي من المخرجات في 60 قضيه اللي تم مناقشتها على مدى 100 يوم الماضيه. وعندما تلقى الرئيس هذا التقرير، هو ايضا اللي بشرنا بانه سوف يفي بوعده، وهذا الوعد الرئاسي هو برضه حاجه جديده على حياتنا السياسيه والحزبيه. وانت عارف انا عمري 50 سنه تقريبا في عمل السياسي والحزب البرلماني، حضرت حوارات كثيره منذ الحوار اللي دعا عليه الرئيس مباراة 82، وانتهاء بالحوار اللي دعا اليه وكان بتبقى السيد صفوت شريف في مجلس الشورى في 2007، لما اشهد حوار مثل هذا الحوار. حوارات الماضي كانت حوارات اليوم الواحد او القضيه الواحده، اما حوار اليوم هو حوار يتسع كل مجالات الحياه في مصر. اتسع محور سياسي به حوالي 6-7 قضايا لجان فرعيه تخرج منها قضايا متفرعه كثيره، وايضا محور اقتصادي فيه 7 لجان يخرج منها عشرات القضايا، وايضا المحور المجتمعي فيه ايضا حوالي 5 لجان يخرج منها ويمسك عنها عشرات القضايا. زي ما انت قلت 113 قضيه بيناقشها الحوار الوطني لم يحدث من قبل في اي حوار على تم اجراءه من قبل، لا في مصر ولا غير مصر.
ان كل القضايا التي يعني يعني منها المواطن والمواطن كل التحديات اللي بتواجه الدوله المصريه الرئيس يقذف بها الى كل الفرقاء على الساحه السياسيه من حزبيين وقاده نقابيين ونظام مجتمع مدني لكي كل منهم يطلب بدله بحيث في النهايه يكون عندي مخرج لعل يكون هذا المخرج بحلول لكل ما نعانيه زي ما الرئيس النهارده قال احنا عندنا ازمه اقتصاديه فعلا وانا عايز كل اقول لك يا استاذ يوسف ان احنا في الحوار ما كانش خطوط حمراء الحوار الكل تحدث بكل ما يعتقد انه صحيح والحوار ادار بحياديه وشفافيه ولذلك لابد ان اوجه التحيه للدكتور ضياء رشوان المنسق العام والمستشار محمود فوزي رئيس اداره رئيس الامانه الفنيه لانهم وفروا كل حاجه والمقررين ومقرري اللجان كانوا بيقعدوا الساعات لكي يستمعوا الى احاديث واراء رؤساء الاحزاب وقاده الاحزاب المختلفه لان هذا الحوار نفسه هو جعل الاحزاب المصريه تراجع برامجها انا على سبيل المثال في حزب الجيل انا حزب مؤسس سنه 2000 لما اعمل برنامج سياسي اخر خلف البرنامج السياسي اللي طلع بيه حزب 2000 ولكن في الحوار ده انا عملت برنامج سياسي جديد من خلال اعلان رؤيه الحزب في 113 قضيه لذلك يبقى عندي برنامج جديد لقدوم الراي العام وايضا نوع من التثقيف طبعا طبعا وده يتسق مع يعني الاوضاع الجديده والمستحدثه سياسيا واقتصاديا سواء اذا كان على الساحه المصريه او الساحه الاقليميه بطبيعه الحال انها تؤثر علينا كل الشكر ليك يا دكتور ناجي كل الشكر دكتور ناجي الشهيدي رئيس حزب الجيل الديمقراطي انا اتفق مع انه الحقيقه الحوار الوطني تحديدا هو مش بس جمع كل ألوان الطيف السياسي المصري وهو الأول مرة نقدر نقول إنه المعارضة والموالاة قاعدين على نفس الطاولة ومفيش خلاف يعني عمليا هو مفيش خلاف اختلافات في وجهات النظر اختلافات في الرؤى لأنها مبنية بطبيعة الحال على الاختلافات في الأيديولوجيات ده بمنتهى البساطة هل ده يعيب؟ لا يعيب على الإطلاق إن هو إثراء للعمل السياسي المصري المعارضة تظل معارضة إلى أن تصل إلى سدة الحكم فتصبح هي الموالاة وتتبدل الأدوار انظر جيدا لما يحدث في بريطانيا على سبيل المثال العمل هو الحزب المعارض طول ما المحافظين هم اللي موجودين أغلبية والله حصل انتخابات المقبلة مثلا افترضنا أنه العمال أنا قلت العمل العمال البريطاني يصبح هو الأغلبية فتصبح أو يصبح كتلة المحافظين هي الكتلة المعارضة دي طبيعة الأحوال ودي مجريات الأمور تشوفها في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال ما بين الجمهوريين وما بين الديمقراطيين تشوفها في ألمانيا كما جرت العادة الدائمة مفيش حاجة في الدنيا اسمها وده حاجة مهمة جدا لأنه هناك ناس ملهاش علاقة بالسياسة ولا هيبقى لها علاقة بالسياسة طول ما هم بيفكروا كده مفيش حاجة اسمها أنه الموالاة وحشين ولا في حاجة اسمها أن المعارضة وحشين هم الاثنين كويسين المسألة كلها انه كل واحد فينا بينظر للأمور بمنظوره وبطريقته بأيديولوجيته وبمنطلقاته وبترتيب أولوياته وما إلى ذلك الوحش الوحيد أو الوحشين الوحيدين هم اتنين من وجهة نظري المتواضعة واحد اللي طول الوقت عاوز يغير بالعافية زي تنظيم الإخوان ولا الجماعة الإسلامية ولا كل هذه ولا الجهاد ولا التكفير والهجرة ولا كل المنبثقات اللي خرجت من عباءة التطرف هي الأفكار أساسها دايما واحد وتختلف طريقة التنفيذ بس فاكر كده زمان البلتاجي لما قال لك عاوزين اللي في سينا يقف خرجوا لنا محمد مرسي رحمة الله على الجميع هو هنا البلتاجي بيعترف ان هو مسؤول هو وجماعته عن اللي كان بيجرى في سينا ده مثلا يعني فيبقى دول هم اول جانب من جوانب الوحشين الوحشين التانيين اللي ممكن ما يكونش بيمارس الارهاب اي العنف واراقه الدم ولكن هو يمارس ارهاب فكري اللي هو رافض طول الوقت كل حاجه ويخون طول الوقت المختلفين معاه فكريا او ايديولوجيا ده برضو ارهابي بالمناسبه ارهابي لانه هو جاهل ويريد ان يفرض عليك جهله هو ضعيف ويريد ان هو يضعفك اكتر من ضعفه فيصير هو قويا من وجهه نظره ده بني ادم عبيط سيبك منه ما توجعش دماغك بيه تافه يطلع يقول شويه كلام فارغ وكلام اهبل وتصريحات عبيطه تافه ابعد عن التافه وابعد عن الارهابي
وخلونا نروح لفقرتنا الرئيسية والطفرة التنموية الحقيقية اللي بيشهد بيها الكل، نتكلم عنها على غرب مصر وخصوصا مطروح وملامح استراتيجية الدولة لتنمية ما نطلق عليه الأطراف. استنونا بعد الفاصل مع كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير السياسة الدولية ورئيس تحرير الديمقراطية بمؤسسة الأهرام. انتظرونا. موضوع الأزمة الاقتصادية إن هو ده موضوع الناس متأثرة بيه كتير، وأنا عارف والأسعار مرتفعة وأنا عارف. طب إحنا ساكتين على كده؟ إحنا بنحاول بكل ما أتينا من قدرة إن إحنا نقلل من تأثير الأزمة دي ببرامج بنعملها على مستوى الدولة، خاصة المواطنين اللي هم يعني اللي هي ظروفهم صعبة. يعني أرجع تاني وأقول ما فيش أزمة بتمر على مصر إلا أن احنا بنبقى متأكدين بالإرادة والعمل والتخطيط، وقبل ده كله بالله سبحانه وتعالى، لأن احنا بنعمل خير. احنا كمسؤولين لا نبغي والله إلا الخير لكل الناس والبلدنا، وبالتالي ما فيش عندنا هدف تاني غير كده. فاتطمنوا بفضل الله سبحانه وتعالى على ان رغم الظروف الصعبة ديت، لكن زي ما مرت على مصر ظروف صعبة خلال العشر سنين اللي فاتت، لا مش العشر سنين اللي فاتت، السنين اللي فاتت كلها. يمكن الاجيال الشابة ما تشوفش ده، لكن الناس الكبار شافت ان مصر قابلتها تحديات كتير، وبالله سبحانه وتعالى وبالجهد وبالإرادة كنا بنعبر التحدي ده. في 67 كان في تحدي كبير قوي، وربنا سبحانه وتعالى في 73 عبرنا، وحاجات أخرى على يعني بالمستوى اللي هو اللي يخلي الناس تقول يا ترى احنا هنقدر نتغلب على الأزمة دي ولا لا. لازم تكونوا متأكدين، مش عشان تاني بقول احنا كمسؤولين، لا لا، احنا كمصريين. اوعى تفتكروا اي تحدي ممكن نتغلب عليه الدولة لوحدها، المسؤولين يقدروا عليه لوحدهم، لا، بيكم انتم، بفهم الناس، بتحمل الناس نقدر نعدي. اهلا اهلا بكم، كل الترحيب بكاتبنا الصحفي الكبير استاذ احمد ناجي امحى، رئيس تحرير مجلتي السياسه الدوليه والديمقراطيه بمؤسسه الاهرام. منور جدا قوي خالص. اهلا استاذ يوسف، اهلا بحضرتك. استاذ احمد، دلوقتي ما بين التنميه وما بين السياسه، البعض يظن ان هم مسارات مختلفه او متباعده، والبعض الاخر وانا منهم اشوف ان هم مسارات متوازيه بل وتلتقي في كثير من الاحيان. المذيع صح ولا غلط؟ العلوم السياسية والتجربة المصرية بتقول ان، ويمكن حضرتك كنت عامل فقرة مهمة جدا عن الحوار الوطني، ان الدولة المصرية كانت دائما ابدا مهمومة بالفكرة اللي حضرتك بتناقشها او الفكرة اللي انت بتطرحها، التوازن ما بين الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي، ايه يسبق ايه وايه ليه اولوية عن ايه وليه. الأمر ده ترجمته النهاردة على الأرض، يمكن وأنا حابب أقول ده، إن ترجمته هو عنوان المشهد اللي احنا شفناه في مطروح، إنك بتتكلم على التطبيق العملي للتنمية المستدامة. ولما بتتكلم على التنمية المستدامة أنت بتتكلم على مصطلح ظهر في العالم في أوائل السبعينيات 1972، ترجم في أدبيات الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة واتفاقياتها 82، وبدأ بعد ذلك البحث فيه. ليه عامل زي مثلث من ثلاث أضلاع، حاجة تتعلق بالتنمية الاقتصادية، حاجة تتعلق بالتنمية الاجتماعية، حاجة تتعلق بالتنمية البيئية. تصوري البسيط أنك لا يمكن أن تعزل هذه التنمية عن العملية السياسية. الدولة المصرية النهاردة بالانفراجة اللي عملتها في الحوار الوطني، بالسماح لخلق مساحات مشتركة متزامنة مع هذا التطبيق العملي
لعمليه التنميه المستدامه بتطبق تقريبا اللي حضرتك بتتكلم فيه. انا ماشي في مسار اصلاح سياسي لكن لا اتخلى عن فكره التنميه المستدامه. طب هل انا كنت مجبر ان انا ابتدي في ملف قبل ملف؟ انا كنت مجبر. ظروف الدوله لازم نفهمها، ظروف الدوله كانت تحكم، لكن الاراده السياسيه عند متخذ القرار فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت اراده واضحه ان كل حاجه معموله وفقا لتوقيتها. الدوله المصريه كانت قدامها عقبات كتير جدا على الصعيد الامني، على الصعيد الاقتصادي، ومن ثم كانت لازم تسابق الزمن علشان تقدر تواجه التحديين دول. عندما فرغت الدولة المصرية كان لابد من الانتباه للمسار الثاني اللي الدولة ما غابتش عنه. ما انت لما بتتكلم على مسار اصلاح سياسي وحضرتك اتكلمت عن عدد احزاب واتكلمنا عن قائمة مطلقة وقائمة نسبية وقائمة مشروطة وسمعنا النائب ايهاب الطماوي بيتحدث والنائب اميرة صابر بتتحدث وطبعا استاذنا ناجي الشهابي بيتحدث. في اجماع على ان في حراك سياسي حصل في المجتمع. الحراك السياسي ده اللي حصل في المجتمع ناتج عن اهتمام الدولة من مكون من مكونات التنمية المستدامة. بتتكلم على تنمية اجتماعية، بتتكلم على خلق قيادات جديدة، بتتكلم على خلق كتلة حيوية جديدة في الدولة المصرية. مش مهم أفكارها إيه، مش مهم على يمين الدولة، على يسار الدولة، في وسط الدولة، مؤيدة، معارضة، لكن المهم أن يكون هناك حراكا يدعم ويقدم أفكارا جديدة تخدم على مسارات التنمية. علشان كده انت ما كنتش بعيد عن فكرة الاصلاح السياسي. انت كنت بتخلق طول الفترة من 2014 كتل سياسية جديدة، كتل شبابية جديدة، نخبة جديدة تستطيع ان تحمل الامانة وفقا لثوابت وطنية ولا تحيد عنها في المستقبل. تفضلت فترة كبيرة جدا الاحزاب احزاب حالها لا يسر، لكن النهارده انت بقى عندك قيادات شابه في قلب كل حزب. يعني بتتكلم على النائب امير صابر على سبيل المثال، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حزب معارض، بتتكلم على النائب ايهاب الطماوي حزب مستقبل وطن حزب من الاحزاب المؤيده، بتتكلم على الدكتور ناجي الشهابي، بتتكلم على قياده تاريخيه في الدوله المصريه، قياده في العمل السياسي لها تاريخ. وقيس على ده الاجيال اللي تم افرازها، شوف بقى المستقلين الممثلين لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين غير المنتمين حزبيا، ما هو في قطاعات كبيره منهم غير منتمين حزبيا، لكن هم متواجدين على الساحه بيثروا الحياه السياسيه. كنت لازم في التوقيت ده تستوعب هذه الطاقات من اجل خلق افكار جديده لدعم عمليه التنميه المستدامه. القصه في الحوار الوطني اتصورها تتجاوز فكره ان احنا واخدينه في المحور السياسي، قصه تتعلق بمستقبل مصر في كافه محاورها في المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لما بتيجي تبص لده وتشوف المشهد بتاع النهارده، يعني سياده الرئيس فخامته في مرسى مطروح بيفتتح عدد من المشروعات القوميه، بيلتقي مع الاهالي، وتصل الرساله من قلب مجلس امناء الحوار الوطني في انتهاء العمل واخراج مجموعه من التوصيات يعني رفعها لفخامه الرئيس، فيبادر السيد الرئيس باحالتها للطرق المنضبطة، يعني ما يمكن أن يأخذه من قرارات تنفيذية سيأخذه، ما يمكن أن يحال إلى التشريع المجلس النواب المجلس الشيوخ لدراسته وإعداد الإصلاح التشريعي المناسب لكي لا يتم أي نوع من أنواع زي ما تفضل النائب إيهاب الطماوي تحدث المخالفة الدستورية. ده أمر مهم جدا، الضبط الدستوري، بس يهمنا أن كل ده بيحصل على الأرض ومصر مستمرة في عملية التنمية المستدامة. طب عملية التنمية المستدامة اللي قوامها تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية وتنمية بيئية، حالة مصر فيهم عاملة ازاي؟ ده اللي يهمنا. خلينا نبتدي اليوم بالمشهد الأولي ليه، وكان مشهد مهم جدا لأن هو ده المحك في التجربة دي، الأمن والاستقرار. يمكن أول مشهد شفناه مشهد فخامة الرئيس وهو يتوقف مع الارتكاز الأمني وهو يتفحص التسليح لكل فرد أمن كان موجود. ده بيعكس لأنك بتتكلم، أنت بتتكلم على منفذ السلوم، يعني أنت طبعا في منطقة حدودية. طب ده بيعكس إيه؟ بيعكس اهتمام رئيس، هل ما طلب
وما تم التكليف به من إعداد فرد مقاتل مسلح بأحدث التسليح اللي يمكن أن يجابه التحديات الأمنية لكي يضمن استمرار عملية التنمية. لا تنمية دون أمن واستقرار، دي رسالة مهمة جدا. الرسالة الثانية كانت في النهاردة الصبح برضو دون الخوض، لسه احنا ما كلمناش على رسالة فخامة الرئيس، الترحيب الشعبي دون حراسة. يمكن أول مرة نشوف هذا المشهد بمنتهى البساطة، وفي محافظة حدودية. كنت لسه أقول وفي محافظة حدودية. وفي محافظة حدودية، أمر مهم جدا. ليه؟ بيعكس أكذوبات كثيرة جدا مصرة قطاعات إن هي تعيش فيها ومنفصلة عن الواقع، وفيهم قادة سياسيين عظام جدا متصورين أنهم يعيشون على مواقع التواصل الاجتماعي ويخاطبون الجماهير ويزيفون وعيها، بس على أرض الواقع احنا شفنا الاستقبال شكله عامل ازاي. على أرض الواقع احنا شفنا أهل مرسى مطروح، المصريين في مرسى مطروح، وهم يتحدثون عن إنجازات الدولة المصرية وهم مستوعبين، بل فيهم من القيادات غير المسيسة اللي طرحت مشروعات وأفكار، منها فكرة استجاب لها فخامة الرئيس هي تحويل أو إنشاء شركة لأهالي مرسى مطروح، ودي بادرة كويسة جدا. طبعا. شفنا حد تاني بيتحدث بوعي شديد جدا عن أهمية إنك تتيح للمواطن في مرسى مطروح إنه يتملك أرض ويدفع تمنها للدولة في مقابل إن هو يستزرعها، والراجل بيتكلم وهو بوعي إن إزاي أنا لما هاخد منه الأرض بصدر رحب، لأنه هو مستوعب عملية التنمية اللي بتتم، وشريط الساحل الكبير لمحافظة زي محافظة مرسى مطروح تاني أكبر محافظة مصرية لما بنتكلم عليها هي ومحافظة الوادي الجديد، إذن أنت تتحدث عن تقريبا أكبر مساحة في جمهورية مصر العربية. فلما بتتكلم بالمنطق ده وبالسياق ده لازم نبقى مستوعبين أن الدولة لديها مخطط استراتيجي من ضمنه التنمية الساحلية للشريط الحدودي. طب التنمية الساحلية دي تنمية ساحلية بس؟ لا، ده تنمية ساحلية مرتبطة بمشروعات بنية أساسية تم توفيرها من طرق ونقل إلى آخره، إلى جانب مخططات استراتيجية، إيه اللي هيبقى فيها سياحة، إيه اللي هيبقى فيها مناطق لوجستية، إيه اللي هيبقى فيها مواني، إيه اللي هيبقى فيها منافذ تسويقية. أنت هنا بتتكلم على دولة ليها رؤية. هل المواطن في مرسى مطروح مستوعب ده؟ من الكلام اللي سمعناه من الناس وأهالي مطروح النهاردة، لا، المواطن مستوعب. هنا الانفصال اللي البعض مصر انه يعيش فيه وما يشوفش هذه العملية اللي تمت على الأرض المصرية طول الفترة من 2014 لغاية النهاردة، دي مشكلة كبيرة عنده، لأنه ما زال يتصور أنه يقرأ من كتالوج معد في مرحلة سابقة ولا يستطيع أن يواكب العصر اللي مصر راحت فيه. مصر راحت لقطاعات شباب، مصر راحت للقطاعات الأكثر عوزا في المجتمع، مصر راحت للقطاعات التي تستحق التنمية. لما بتتكلم على محافظة حدود بتتكلم على مرسى مطروح. فخامة الرئيس كان يتحدث من مرسى مطروح، ولكنه كان يضرب الأمثلة بالتنمية التي تتم في أسوان محافظة حدودية تانية، بالتنمية التي تتم في سيناء محافظة حدودية تالتة ورابعة، بالتنمية التي تتم في الوادي الجديد وفي مطروح. انت بتتكلم على الخمس محافظات الحدودية اللي في مصر. انت هنا بتقول للمواطن المصري القاتل لهذه المحافظات على اتساعها وعلى ندرة السكان فيها، لا، احنا جايين لكم والمستقبل عندكم مختلف، وينبغي ان تكونوا مؤهلين. المكون الثاني في عملية التنمية المستدامة، المكون المتعلق بالمجتمع، مؤهلين صحيا، مؤهلين تعليميا، مؤهلين ثقافيا، لديكم من الوعي لاستيعاب هذه المتغيرات اللي بتحصل حواليكم. المتغير الثالث، هل كل ده مرتبط بالبيئة في عملية التنمية المستدامة؟ كل ده مرتبط بالبيئة في عملية التنمية المستدامة. احنا شفنا سيوة ويمكن لقيت بمساحة كبيرة من النقاش. هل وسيادة الرئيس بيتحدث عن سيوة كان يتحدث من فراغ؟ بيتحدث عن تجربته منذ أن كان ضابطا في هذه البقعة الغالية من الأراضي المصرية في 86-87، وإزاي هو عاش مشاكل لسه شايفها كانت موجودة، وإزاي لما جاء الحكم مع عقائل وشيوخ القبائل في مطروح أعادوا طرح الأفكار تاني وتعاملوا مع مشكلة
من مشاكل سيوة ولديه رؤية لتطوير سيوة. ويمكن سيادة محافظ المطروح قال انه بالفعل بدأ يعني شرعت المحافظة بالتعاون مع الدولة المصرية في تطوير هذه المنطقة. لما سيادة الرئيس بيتكلم على كل ده برضو مش مغفل المكون، مكون مهم جدا في التنمية الاقتصادية اللي هي احد عمليات او احد اركان التنمية المستدامة. تكلم على الزراعة، انا مش جاي لكم بسياحة ومناطق تجارية وتصنيع ومناطق لوجستية وخلاص، لا ده انا جاي لكم بزراعة كمان. لما سيادة الرئيس تحدث عن مشروع الدلتا الجديدة 2 مليون فدان وقال 700 الف فدان تانيين موجودين قابلين ان احنا نقدر نروح لهم متى تم الوثوق في وجود مصادر المياه اللي تضمن الانتاج. دي امور كلها مهمة جدا. لما بنبص للخريطة دي نقدر نفهم ان مصر تمضي قدما في عملية التنمية المستدامة بالتوازي زي ما حضرتك قلت بالظبط مع عملية الاصلاح السياسي، لم تغفل هذا المكون. حلو قوي. انا هستأذن هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل يمكن على مسألة ما نطلق عليه اقتصاد الاطراف او تنمية الاطراف، وانه ده ليه بعد دايما سياسي وبعد امني. انا اتذكر زمان وحضرتك تتذكر اكتر مني انه نقدر نطلع عشرات المقالات لعشرات من كبار كتاب مصر، ونقدر نطلع ما قد نطلق عليه ما بين قوسين بعض البرامج الانتخابية لكثير من كانوا يرون في نفسهم الترشح. أنا فاكر أيام الـ13 مرشح بعد يناير 2011 كله كان بيتكلم على تنمية الأطراف. أين الغرب؟ أين الشرق في سيناء؟ أين الصعيد؟ الكل يتحدث عن ذلك، والكل يتحدث عن التنمية، وأن التنمية هي محور رئيسي في استقرار الأمن واستدبابه واستدامة الأمن واستدامة في نفس الوقت المسار الاقتصادي. مش هسأل هم بيغيروا كلامهم دلوقتي ليه، لكن أنا هرجع على أهمية هذا المسار في تنمية الأطراف. نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحة. استنونا. أنا فاكر وأنا صغير زمان في مادة التاريخ بتاع أيام المدرسة يعني، فكان لما يجوا يتكلموا فيقول لك واختار هذه المدينة لكي تكون عاصمة للدولة لأنها ذات موقع وسيط ما بين جميع الأركان ويعمل على إقامة القلاع لتقوية الأطراف. ده الكلام ده بقى كان بيحصل من حوالي 1500 سنة مثلا وما يزيد على ذلك. أما في العصر الحديث الدول ما بتقومش كده، الدول مش بتقوم بس على مسألة الحواجز الأمنية أو تقوية حرس الحدود للدول، لا، في حاجة اسمها تنمية الأطراف. ده المعيار الحقيقي والرئيسي أنه هذه الدولة مترابطة وأنها دولة واحدة آمنة، ولا إيه؟ طبعا إحنا ما بنختلفش كتير، بس خليني أقف عند نقطة صغيرة قوي. الأمن مقدم طبعا. يعني وهم زمان بيخططوا لفكرة القلاع كانوا بيخططوا صح للتأمين الجبهة الداخلية. مظبوط. خلي بالك النقاط الطرفية دون تواجد أمني يستطيع التعامل بشرف وبوطنية مع قضايا الوطن قد يمثل تهديدا. ومن ثم كل التقدير للقوات المسلحة الشريفة وللشرطة المدنية على قدرتهم على السيطرة على أطراف الدولة المصرية طول الفترة العصيبة اللي مرت بينا من 2011. صح. فترة شهدت مخططات كتير جدا لفصل سيناء، شهدت مخططات أكتر لفصل النوبة، شهدت محاولات حتى مشروع الضبعة. خلينا نفتكر النهب اللي حصل لمشروع الضبعة عن طريق تقليب الأهالي وإثاراتهم. طب ليه الدولة ما كانتش هناك؟ المكون التاني بقى، الدولة ما كانتش هناك، الدولة ما وصلتش المناطق دي. الدولة ما راحتش المناطق دي. مش تنمية، مفيش، مش شايف حاجة. المواطن لا يرى. انت ممكن المواطن يستحمل معاك بس هو شايف ان في ناس بتشتغل يبقى عنده امل لبكرة، انما المواطن مش شايف لا شغل النهاردة ولا شغل بكرة ولا شغل بعد بكرة، وبالتالي هو فريسة سهلة لأي حد ممكن يجي يلعب في دماغه يقول له تعالى الحق خد لك حتة من ال... علشان كده التواجد الأمني مهم. لكن من جانب التواجد الأمني ده، الرسائل اللي بعتها فخامة الرئيس النهاردة عن تنمية الأطراف، وده أمر حضرتك يعني عبقرية الملاحظة، إنها ملاحظة ذكية جدا، إن إحنا
عندنا في مرسى مطروح، في سيناء، في أسوان، في الوادي الجديد، وربط عملية التنمية المستدامة بمردودها المستقبلي. التنمية المستدامة هي إيه؟ إن أنا خليك النهاردة تحصل على، بتعريف بسيط يعني، تحصل على احتياجاتك لكن من غير ما تهدد احتياجات الأجيال المستقبلية. إحنا ما عشناش ده زمان، إحنا زمان ما عشناش ده، إحنا زمان كنا عايشين يلا انبسطوا عيشوا من غير ما حد يفكر في مستقبلنا، عشان كده واجهتنا مشاكل كتير جدا. لكن احنا النهاردة بنعيش تجربة كلنا بنستحمل على مختلف مستوياتنا، وكلنا بنعاني على مختلف مستوياتنا، لكن احنا شايفين اللي بيتعمل على الأرض. مفيش شبر أرض في مصر لم تطله معولات التنمية. طيب المواطن المصري اللي بيتكلم على شق الترع وشايف شق الترع وتبطين الترع في مطروح والمدن الساحلية في مطروح وفي أسيوة ونزولا إلى الوادي الجديد ومشروع الدلتا الجديدة، ما هو ده نفس المواطن اللي شايف ده محافظتين حدوديين هم شايفه في أسوان، شايفه في سيناء. انت شايف أكبر ضخ، انت عارف على سبيل المثال اتصرف كام على مرسى مطروح في خلال الخمس سنين اللي فاتوا؟ ثلاث سنين فاتوا 14 مليار، خمس سنين حوالي 21 مليار. طيب 21 مليار بتضخهم الدولة علشان كام فرد؟ هل ده كان بيحصل؟ المواطن اللي في المنطقة دي وهو شايف الدولة رايحة بهذا الكم من الاستثمارات من أجل تغيير نمط حياته، من أجل تهيئته لكي يعيش رفاهية حرمة منها كثيرا، رفاهية مش رفاهية فلوس ولكن رفاهية في السكن، في التعليم، في الحق في الحياة الآمنة، كل دي هو كان محروم منها. انت رايح له باقتراب ابروتش مختلف جدا للمواطن اللي يقطن هذه المنطقة. هل ده بس في مطروح؟ طب ما سينا، احنا ياما اتكلمنا عن سينا انا وانت وشفنا المشروعات التنموية في شمال وجنوب سيناء شكلها عامل ازاي، وكنا بنقول ودايما نفتكر ولادنا اللي ضحوا بدمائهم، صح، وكانت شبابنا اللي بيبنوا وبيعمروا موجودين عشان يعملوا المناطق الاستثمارية ويعملوا المناطق الاقتصادية ويعملوا المناطق اللوجستية ويطوروا موانئ بورسعيد ويطوروا موانئ السويس. هو ده ببلاش؟ ده مش ببلاش، دي تكلفة دفعتها الدولة علشان يجي لي عائد النهاردة، علشان يجي عائد للمستقبل لازم نحط ده في اعتبارنا. هذا الربط اللي بيحصل بين المحافظات الحدودية كلها، وانت حضرتك سيادة الرئيس النهاردة تفضل وأشار إلى القطار السريع بين السخنة ومطروح. طب هل القطار ده بين السخنة ومطروح بس؟ ما أنا عندي القطار السريع من اسكندرية لأسوان. هل مصر مهتمة بشبكة طرق داخلية بس؟ ده مصر مهتمة بطريق القاهرة كيب تاون. انت بتتكلم على دولة شايفة لنفسها مكانة ورؤية مختلفة في قلب قارتها المؤثرة التي تستطيع من خلالها الدفاع عن قضاياها المشروع، وبالتالي هذه الدولة عندما تذهب إلى أطرافها بهذا الكم من الاستثمارات هي عايزة تقول للمواطن زي ما فخامة الرئيس النهاردة تحدث وأشار، أنتم مصريين زينا، زيكم زي المواطن المصري اللي عايش في وادي النيل اللي هو كان حصل نوع من أنواع الاغتراب في العلاقة بين الطرفين، كانت أزمة في لحظة من اللحظات في العلاقة بين الطرفين. صحيح. وإنما النهاردة أنت بتتكلم على أن أنت بتتعايش معايشة طبيعية وبقيت متواجد على الأرض هناك بمشروعات اقتصادية بمشروعات تنموية، الأمور اختلفت كثيرا. ومن ثم النهاردة ده التطبيق العملي للاقتراب المصري للتنمية المستدامة في كل جمهورية مصر العربية ومن ضمنها محافظاتها الحدودية لتأمينها من أي نوع تهديد للأمن القومي المصري. ده كلام كان يحتاج حلقات، بس أنا الحقيقة بأمانة شديدة من قلبي ببقى سعيد جدا لما بشوفك ونتقابل، وببقى سعيد جدا بالمناقشة معاك وعلى المقاربات اللي بتحطها بمنتهى السلاسة أمام المشاهد. نورتني وشرفتني. شكرا لحضرتك. كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الأهرام. في ناس في ماض ليس بالبعيد وليس بالقريب على رأي الدكتور طه حسين كانت بتشتغل على تقسيم مصر، ده بجد مش هزار، وأسامي كبيرة كده ومعروفة وملعلعة.
وفي راجل خد قرار انه هي مصر هتفضل طول عمرها زي ما بدأت وبإذن الله سبحانه وتعالى الى يوم الدين هي ارض واحدة، وطن واحد، شعب واحد يمتلك مقدراته وصاحب قراره، ما بياخدش الاوامر لا من هنا ولا من هناك ولا القرار مصري. عاشت مصر، تحيا مصر حرة مستقلة صاحبة سيادة وقرار وطني خالص، وأم الدنيا وبالتأكيد عاصمة القرار العربي وعاصمة القرار الإقليمي. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.